مساء الخير والسعادة على عيون كل متابعينا ومشاهدينا وين ما تكونون. باسمي وباسم كادر قناة صلاح الدين نقول لكم كل عام وانتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والعافية يا ربي. راح نكون وياكم اليوم وبأولى حلقة من برنامج مساء العيد. راح يكون ويانا ضيوف وراح يكون ويانا موسيقار وأيضا نساء ناشطات، وفضلا عن الرسام فراح تكون عندنا العديد من الفقرات بهذا البرنامج. لكن مبدئيا خلينا نرحب بالضيوف أو نعرفكم على ضيوفنا لهذا اليوم وهم يعرفون عن نفسهم. مبدئيا أستاذ عبد الله شلونك؟ الحمد لله. عرفنا عن نفسك أو عرف الجمهور عن نفسك. عبد الله الكويسي ملحن من محافظة الأنبار. أود أن أهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يعاد علينا بالسلامة واليمن والبركات، وأدعو من الله تعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ونرجع شعب واحد ونرجع بلا أمراض بلا فيروسات وإن شاء الله إلى الأمام. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله الكويسي. ويانا ايضا الرسام استاذ سبهان، عرفنا عن نفسك. اهلا وسهلا. طبعا اول شيء انا فنان تشكيلي من الموصل، واحب ان اهني الشعب العراقي واقول لهم كل عام وانتم في الف خير، ومدينتي خاصه مدينه الموصل بكوني انا من اهل الموصل والجانب الايراني. اللهم نسال انه ترفع هاي الغمه وكورونا وكوفيد 19 عن 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 العراق وعن بلاد المسلمين. اهلا شكرا لك استاذ سبهان، كل عام وانت بالف خير. ايضا ويانا ايضا نساء الناشطات ما ننسى دورهم ايضا. خاله عهود او ست عهود، نعم شلونك؟ الحمد لله عيني. الله يبارك. عرفينا عن نفسك وعرفي المشاهدين ايضا عنك. الله يبارك عيني. تسلمين. مشرفة التربوية عهود عبد الكريم محمود، مشرفة الأولى في رياض الأطفال في نينوى، وأهني الشعب العراقي وخصوصاً الموصلين، وإن شاء الله إن شاء الله يكون علينا عيد فرح وعيد لما بسبب نقول بهذا الوباء. الله مثل ما يقولون يخلصنا من هذا الوباء، كان غمة علينا وغمة على الشعب العراقي بالذات، وإن شاء الله تحقيق الأماني وإن شاء الله نقول التكافل بين العائلة إن شاء الله. ويعني لأن صار تباعد كثير، بالعكس هذا التباعد صار عندنا تكافل بنفس الوقت، يعني تكافل اجتماعي بين مختلف الطوائف مختلف الأديان من خلال نقول المدينة أو الشعب ككل، يعني وحد بينا الكلمة وحد بينا الحب. ان شاء الله نخلص من هاي الغمه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، ويرحم شهدائنا وشهداء العراق وشهداء بالاخص شهداء كورونا، هم يعتبرون من الشهداء ان شاء الله، ويبارك بالجميع وصحه وعافيه للجميع. يبارك فيك كل عام وانت بالف خير ان شاء الله. عندنا ايضا عارفين عن نفسك او عارفي المشاهدين عن نفسك سميره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما، صلاة تفتح بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. المشرفة الاختصاصية سميرة ظاهر محمد على ممثلية وزارة التربية في أربيل. الله يخليك حياتي. تتسارع الكلمات وتتزاحم العبارات لتقديم باقة عطرة من التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي من شماله إلى جنوبه، والله يحفظهم. ونبدأ أيضا نقدم التهاني والتبريكات إلى قناتكم الموقر وإلى كادر المتميز، نتمنى بتفوق من نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله تنزاح الغمة عن هالأمة، وإن شاء الله الشفاء للمرضى والشفاء للعالمين كلها. شكرا لك ست لبنى، كل عام وانت بالف خير. ست عارفين للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين. انا محدثتكم التدريسيه ابن عزت احمد العبيدي، ناشطه في مجال حقوق المراه والطفل،
من حمل ألقاب المياه ماجستير جغرافيا أقليمية مديرة الثانوية سابقة وتدريسية حاليا في ممثلية وزارة التربية في أربيل. نسأل الله تعالى من هذا المكان من هذه الأمسية الجميلة ونرفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الوباء وهذا البلاء وأن يحفظ كل أبناء الشعب العراقي برجالة بنساء بأطفال بشيوخة من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. وفي العام والجميع بألف ألف خير وعسى الجميع أن يكونوا من عون. وانت بألف خير يا ربي. شكرا لك. بما انه احنا عندنا اختصاصات متعددة من موسيقار، ناشطات، مدنيات، رسام وغيرها، يعني راح تكون تعلولة مختلفة. راح نتعرف على ابرز العادات والتقاليد اللي تميز بها الشعب العراقي خصوصا في فترات العيد والمناسبات. احنا طبعا كنا في تقرير عن الكليتشة، طريقة عمل الكليتشة شلون تكون. طبعا الكل اكيد يجمع انه الكليتشة هي فاكهة العيد، العيد ما يحلى اذا ما موجودة به الكليتشة. رحنا زرنا احد العوائل فكانت زيارة مميزة، طبعا مشكورين العائلة على استضافتهم انه سوينا الكليتشة، شفنا شلون طريقة عمل الكليتشة وشفنا ايضا شلون تكون على اللمة وبين الاهل والاصدقاء. خليني انا وياكم وضيوفنا طبعا نروح نشوف هذا التقرير عن الكليتشة ونرجع لكم. بيت عراقي يمتاز بهاي الصفة انه لازم قبل اي عيد او اي مناسبة هم يسوون الكليتشة. واليوم احنا متواجدين في بيت عائلة عراقية راح نسوي الكليتشة ونتعلم على طريقة تحضيرها. زين خالة، انتي من الموصل؟ اينا. دائما اكل الموصل يصير مختلف انه نكهته الخاصة. شلون الطريقة اللي تتميزون بيها بتحضير الكليتشة؟ والله يعني كل شيء مقادير، يعني ما تختلف الكليتشة عن الباقي، يعني بس اكو كل من مثلا يحط لها اشياء زايده، مثلا احنا نحط لها بس الهيل. يعني الهيل؟ اي طيب. هاني داشو قدامي تمر وجوز، تمر جوز هند، سمسم. اي زين، كل هذا مثلا السمسم نحمصه على النار شويه حتى يصير بنكهه، ونحط له هيل وهالسوالف هذه. طيب انتم كل عيد تسوون كليتشه لو بالايام العاديه هم؟ لا، مرات بالايام العاديه هم، بس اكثريه بالعيد، يعني من هذه عادات وتقاليد. يعني لها مقادير محدده، مثلا انت تريد تسوين كميه معينه، ايش قد بالعاده كل عيد تسوين؟ يعني 3-4 كيلوات مرات أسوي، مرات 5، مرات كيلوين حسب الظروف يعني. تخلين الطحين وهاي العجانة؟ اي مرات إذا ماكو عجانة بيدي عجينة. هسه خالة انتي خليتي العجينة حتى تتخمر، اي ايش قد راح تطول العجينة؟ دفيتي اي شيء بالسليفون؟ يعني تقريبا ساعة نص ساعة، هيك ساعة نص ساعة. تخلين اصابعك، يقولون اذا ما تخليها يعني شلون يقل العجين، بس اذا تخليها يشيل العيون الحاسد ويكثر العجين. تكثر العجينة؟ يعني تخمر بسرعة. تخمر. وهذا الشيء صحيح؟ والله ما ادري، هاي بعد عادات اجدادنا. تقطعين العجينة. زين، انا سويت لك الصينية هاي، تشوفين خليت ورق الزبدة وال بس هاي نقطع هيجي تخليه يستريح حتى يعني نفج على الميز، نقطع قطع صغار. هسا قطعتيها للعجينة؟ اي قطعتها هيجي. وهم ترجعين تغطيها؟ اي تستريح شوية، نفج 5 دقائق نبدي نفجها على الميز ونقطعها بالاستكان. يعني هيك شي راح تاخذ، يعني بالعامية نقول تاخذ راحتها للعجينة. ايه لان ما تنتج. زين،
زين احنا وصلنا للخطوات الاخيره راح نحطها بالفرن. اي هسه نخليها بالفرن على درجه حراره 180 بعد ما يحمى نخليها على درجه حراره 160. 160 يعني مبدئيا انه حتى تتحمر. اي ويكون شكلها هيجي. شفنا طريقة تحضير الكليتشة العراقية، أكيد كل عائلة تتميز بنكهة محددة. اليوم كانت طريقة مميزة وأكيد على الطريقة الموصلية طبعا بين الجوز واللوز والجوز المبروش وغيرها، هاي التفاصيل كلها اليوم شفناها وإن شاء الله تكونون تعلمتوا من عدها. نشكر عائلة بيتهم فهد على ضيافتهم إنه، وإن شاء الله تكونون استفدتوا اليوم من طريقة عمل الكليتشة، وكل عام وأنتم بألف خير. رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء، شفنا هذا التقرير طبعا على الكليتشه. استاذ سمهان خليني اسالك عن الكليتشه، سويتوا كليتشه لو لا؟ والله الحقيقه ما سوينا كميه كبيره، انا نازح وعائلتي صغيره، فسوينا كميه قليله ما تناسبنا ونطيل الجيران، يعني توازع بيناتنا. هاي الموروث اللي تعلمنا عليه انه نسوي الكليتشه ونوزعها بين المنطقة اللي كنت عايش فيها. أها يعني بعدك محتفظ بالعادات والتقاليد القديمة، إنه تكون بين الجيران بين الأهل. الكليتشة طبعًا هي ما تحلى إلا باللمة. أكيد أكيد، رغم إنه كورونا هاي الفترة نوع من التباعد، بس إحنا يعني قدر الإمكان مستطعنا إنه نعمل الكليتشة لأنها نكهة خاصة. أكيد. وخاصة الكليتشة مال الموصل، مع احترامي وتقدير الجماعة هون. لا أكيد يعني الموصل تتميز. لها طعم آخر، إذا ما تسويها يعني ما صار عيد باعتبار عندنا. حلو، زين شنو اللي فرق قبل بالأعياد والمناسبات عن الوضع الحالي؟ والله بعيداً عن كورونا. يعني إحنا نازحين نفتقد أهلنا حقيقة، نفتقد اللمة. الوضع المادي والمعنوي هم لها تأثير هاي خلال معيشتنا هون كوننا نازحين، نفتقد هاي الأمور. الأوضاع بشكل عام بالعراق، الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية يومية احنا في شأن، هاي لها هم تأثير، انه عدم تواصل مع أهلك مع قرايبك ممكن، يعني اللي ظروف اللي يعني عيشها ظروف صعبة وقاسة كلش. طيب شلون بديت تطلع نفسك من هاي الظروف حتى تكون مثل ما نقول انه تخرج من الاطار المأساوي حتى تفرح بالعيد وتفرح مع عائلتك مع جيرانك، شلون؟ نوع من التواصل دائما، احنا متواصلين بالبيت دائما، احنا يعني نسوي الكليتشة نتذكر نستذكر ما كنا بيها، يعني كنا اطفال شلون كنا نودي الكليتشة نخليها على راسنا ونروح على الفرن. تعرف ست عهود احنا بالموصل يعني نلم لمه يعني مو طبيعيه، يعني منطقه كامله نسوي صواني يعني بشكل احجام مختلفه، فاحنا كنا اطفال خلينا صواني صغار صينيه، هي صينيه اللي نسوي فيها الكليتشه ونروح للافران كلنا نجمع وتطلع ريحتها ريحه غير طبيعيه، فاحنا نستذكر هاي الامور. بس احنا قدر الامكان نحاول نستذكر هذيك الايام الطيبه، يعني ايام لها طعم خاص وعلاقتنا كانت اخويه وحتى تربويه، يعلمونا يعني على امور الحياتيه نفسها. نعم. طيب خلينا نقطع الحديث عن الكليتشه استاذ سبهان وننتقل لفقره الرسم. نعم. اليوم منو راح ترسم لنا؟ والله بكيفكم، ما شاء الله كل وجوه طيبه. بالبدايه خلينا نسوي قرعه. نعم. خلي الشباب هنا يسوون لنا قرعه حتى حلو. نشوف استاذ سبهان منو راح يرسم لنا، تقدر نعم. تنتقل للرسم. نعم. شكرا لك. شكرا لك استاذ سبهان. استاذ عبد الله احكينا الكليتشه سويتوا؟ نعم احنا الكليتشه داير السنه يعني مو بس بالعيد، ولكن انا احب من الكليتشه ام التمر فقط، يعني ارغبها بشكل يعني يومي، بس يعني في هاي الظروف يعني ما يمنعنا ان نسوي كليتشه، لا نسوي كليتشه لديمومه ذكرياتنا الماضيه من كنا اطفال، مثل ما قال استاذ سبهان كنا نعم ناخذ الصوان نطلع الفرن وفي الليل ونرجع، ومرات يصادف
يعني نشويها ويصبح العيد نفس اليوم، يكون لها وقع خاص ونكهة خاصة. بس أنا أبقى محب للكليتش أم التمر. زين، هاي من ضمن العادات والتقاليد العراقية، لكن خلينا هسا نسوي القرعة ونشوف منو اللي راح يرسم لنا اياه اليوم أستاذ سبهان، وبعدها نرجع على الكليتش. يعني راح نختار، بسم الله، ست عهود. الست عهود راح رسمتها اليوم معانا، يعني اليوم راح نرسمها. طق لها الصوره، اكيد انت فنان، خلي طق لها الصوره. كان عندي هذا الحين. اي والله انا قلت ان شاء الله دائما حظك حلو. ممكن الله يبارك فيك صوره، يعني تقدر تاخذ لها صوره. حبيبتي حبيبتي ست عهود، بس انا يعني لي لو خاصيه عندي استاذ سبهان، وذكريات جميله وصديق عزيز، واتشرف انه يرسمني. الحمد لله. اي والله اتشرف. خلي اخذ الصوره عدليها الرقم. احنا اليوم نريد نطلع كل مواهبكم، نقدر نقول تعلوله وعيد، فخلي تطلع كل المواهب وتكون امسيه مميزه. اترخص. شكرا لك استاذ سبهان. احنا راح ننتظر طبعا الرسمه او اللوحه، نشوف ست عهود. خلينا حاليا نسمع شيء من استاذ عبد الله حتى بعد نقدر نحكي ويا النساء. اكيد هن بالبدايه يحبن هاي الامور، الكليتشه تفاصيلها. أكيد. احنا نهتم أكيد شويه بهاي التفاصيل. يعني فعلا الدرجه ولا يفصل المراه يعني. اكيد. ولا تنسي يعني الكليتشه هم مرت مراحل تطوريه طبعا. اكيد. وكل شخص يتميز بنوع معين. أكيد. او نكهه مخصصه. يعني قبل يعني احنا نسمع من امهاتنا من بيبياتنا انه كان الطحين هو يطحنوه بالرحى، يسوون طحين يطحنونه ويسوون عنده كليتشه اللي اكثر شيء كانت التمر والخفيفي. لكن والقالب اهم شيء كان قالب الخشب واللي تشتهر به اسواق الموصل بالدواسه بغداد بالشورجه، الاسواق الشعبيه في كل محافظه موجوده هاي قوالب الخشب. لكن التطورات الحديثه اللي دخلت على المجتمع تنوعت. الطحين الصفر مثلا صار انواع، يعني ربة البيت من تجي تاخذ طحين تجي تلقى اكثر من نوع واكثر من صنف واكثر من سعر، فهي حتختار الشيء الافضل اللي هي مجربته. زين ست لبنى. نعم. انت كم موظفه؟ غالبا الموظفه ما تقدر تنسق بين عمل المنزل والوظيفه اللي هي صحيح تختص بيها. شلون تقدرين توافقين بين عملك وبين وظائفك اللي بالمنزل واجباتك؟ اول فقره انه لازم اكو تنظيم للوقت. ما تجيبين جاهز؟ احيانا اذا مضطره كلش لا اضطر، اكيد كلنا نضطر للجاهز، بس اهم شيء انت عندك تنظيم وقت. انت اذا نظمتي وقتك انت تجاوزتي هاي المرحله ما حيصير عندك خلل. تعرفين يمتى تداومين، تعرفين ايش وقت ترتاحين، تعرفين ايش وقت تقومين بواجبات بيتك كزوجه وكأم كأخت كربة بيت. ف بتنظيم الوقت نظمتي وقتك انت اوكي سيطرتي على الموضوع. فاكيد اكو وقت يعني ايام العطل بالاوف مثلا واحد يستغل هذه الفتره يرتب نفسه ويعيد جدوله اعماله. بالنسبه نرجع على موضوع الكليشه، القوالب قبل قلت لك قبل شويه كان قالب الخشب، لكن التطورات الحديثه والكذا اصبح قالب بلاستيك قالب حديد، اكو نقشات جاهزه ممكن. بس هذا شيء ايجابي يعني تطورنا من الكليشه شويه. نقشات يعني نطلعها من الانترنت، فضل انه كانت بس تمر وجوز، هسه دخل الحلقوم، دخلت المكسرات سمسم سمسم، جوز لب كاكاو، جوز مبروش عفوا. فيعني طلعت المنكهات والمطيبات الغذائيه فتنوعت، يعني اصبحت الكليتشه العراقيه. ستلبنى انت ماهره بالكليتشه شكل حلو يعني والله ان شاء الله يعني ان شاء الله. شكرا لك. خلينا بالبدايه نسمع شيء من استاذ عبد الله وبعدها نرجع للكليتشه ونشوف شلون. طبعا ان شاء الله راح اغني اغنيه كتب كلماتها الشاعر المبدع عبد المجيد الطائي. هاي الاغنيه لها خصوصيه في هاي الايام، وهي تعبر عن مدى حبنا واللي قدمه هذا الصنف من الناس
لما به خطورة على حياته، ألا وهو الجيش الأبيض، ألا وهو الخط والصد الأول. تحياتنا لهم في كل وقت وحين، واللي قدموه ما أتصور يعني تعبر عن كلمة شكر أو حتى مجلد. اللي يخاطر بنفسه من أجل أن ينقذ حياة غيره هذا شيء لا يقدر بثمن. والأستاذ عبد المجيد الطائي في حواري وياه يكتب القصيدة ويستذكر ما قدم هذا الجيش الأبيض، يكتب القصيدة ويتذكر من يقدر أو يستطيع أن يلحن هذه الكلمات. فعندما صار اتصال بيني وبينه قلت له بالحرف الواحد: أريد أنشود للجيش الأبيض على لسان الأطفال. الصور تكون أجمل إذا على لسان الأطفال تكون أجمل. فلحنت على لسان الأطفال بإيقاع خفيف وأيضا فيها صفقة، بس الصفقة هسه ما أقدر أنا أديها، ولكن ننتظر من الخيرين من يتبنى موضوع تسجيل هذه الأغنية لكي نبثها على الملأ ليسمعها الكل إن شاء الله. فلتشهد يا وطني حقا، ولتشهد هذه الأيام، ولتشهد هذه الأيام للجيش الأبيض يا شعبي، ألف تحية وألف سلام، ألف تحية وألف سلام. فلتشهد يا وطني حقا، ولتشهد كل الأيام، ولتشهد كل الأيام. أبدا والله ما قصرت، كفيت ووفيت انتو. أبدا والله ما قصرت، كفيت ووفيت انتو للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض. ألف تحية وألف سلام، ألف تحية وألف سلام. ولنمشي في الدرب سوية ملاك الرحمة والفنان. للجيش الأبيض يا أهلي فلنتضرع للرحمن، ولنمشي في الدرب سوية ملاك الرحمة والفنان. بالوحدة بالعمل الصادق هي كذا تبنى الأوطان، بالوحدة بالعمل الصادق هي كذا تبنى الأوطان. للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض. ألف تحية وألف سلام، ألف تحية وألف سلام. بالفن الهادي
الهدف فننهض، نعطي أملا نرسم بسمة معنا هذا الجيش الأبيض، في أيديه معنى الرحمة، بالفن الهادف فننهض، نعطي أملا نرسم بسمة معنا هذا الجيش الأبيض، في أيديه معنى الرحمة، فلنهزم كل الأمراض، لا تهزمنا هذه الأزمة، فلنهزم كل الأمراض، لا تهزمنا هذه الأزمة، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، للجيش الأبيض، ألف تحية وألف سلام، ألف تحية وألف سلام، ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية وألف سلام. الله الله عاش صوتك أستاذ عبد الله. طبعا نشكرك على هذا الصوت الجميل والتلحين. يعني أود أن أهدي هذه الأنشودة إلى قناة صلاح الدين اللي استضافتنا، وإن شاء الله من خلالها تخرج الأغنية في أول أيام العيد كهدية للشعب العراقي. وأيضا هي الأغنية كتبت لنقابة الفنانين فرع الأنبار، لندمج بين ما يقدمه من جهد هذا الجيش الأبيض ومساندة الشعب، ومن ضمنهم الفنان. شكرا للشاعر عبد المجيد الطاهر. شكرا إلى تحياتنا. شكرا لك أستاذ. أيضا تحياتنا للجيش الأبيض على جهودهم المبذولة. أكيد أستاذ عبد الله كفى ووفى. نرجع يمس السميرة، احكي لنا من أبرز العادات والتقاليد اللي أنت تحسيها مميزة ومحتفظة بيها بأول أيام العيد. طبعا اعتياد احنا هي الاعياد متساويه ومتشابهه بكل المحافظات، بس اللي نتذكرها ان كان من كنا صغار، بحيث على قولة الاساتذه الكليتش اللي تنحط مو كيلو كيلوين، نقعد عليها مجموعه فد 10 كيلوات 15 كيلو بالصواني الكبار، يروح للفرن. طبعا هي الكليتشه ما يعني ما تخلى، وماكو عيد اذا ماكو كليتشه، ويا الكليتشه حتكون حلويات الاخ، لان هي العيد هي فرحه، فالكليتشه ما تخلى. فشوفين احنا الحمد لله والشكر تبدا مراسيم العيد، صباح العيد اللي هو صلاه العيد اللي ما نفوتها بخير وسلامه، ويبدا العايد بين الاهليه والموجودين بالبيت الافراد العائله. من كنا ببيت الاهل اعتيادي، الاب والام، الوالد والوالده والاخوان والخوات اعتيادي، نتعادي بيناتنا، وتجي الاخت المتزوجه ويا جهالها، يصير مثل ما يقول اللمه ببيت العائله، البيت الاساس، البيت الكبير اللي الله يديمها ان شاء الله دائما بعد ما تنزح هاي الغمه بحيل الله. فاحنا هسه كعائله صغيره اللي كنا محجورين مثل ما يقول كل واحد ببيته وراضخين للامر الواقع، صلاة العيد ذاك العيد صليناها بالبيت، بس الجامع قريب علينا نسمعها فصليناها بالبيت. فإن شاء الله بهالعيد بلكت الله الأمور تكون أحسن. عيد الفطر اللي راح كان أعتقد أكو حظر. نعم. فما كان أكو طلعات والجوامع مغلقة، كل الجوامع مغلقة. هذا العيد أنتوا شلون قدرتوا تغيرون من نفسيتكم، تحسون بأجواء العيد يعني داخل طبعا الحجر الصحي اللي طبعا صار. هي الحالة النفسية أكيد لها دورها، يعني أني من أقعد وصباح الخير ومبتسمة بالوجه وألم أبنائي حواليا ونحضر الريوق اللي هي أهم شيء، الكاهي والقمر، ماكو عيد إذا ماكو كاهي وقمر زين، واللي بدي تفننت بصناعة الكاهي يعني بصراحة، يعني الحجر علمنا هواي أشياء. ولما الحالة النفسية الأب والأم لهم تأثير، لما تقعد من الصبح متجهمة أو ضايجة على الوضعية على حجر ما حجر، لا يعني ترى الأم أو الأب ترى هم أساس يقدرون يخلقون جو يسوده محبة. أنا نوبات ويا روحي أتقصد مثلا أحكي حكاية حلوة أشياق وياذا، فأشوف الجو النفسية تتغير. طيب ست، أنت طرقتي على دور الآباء والأمهات،
التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة أيضاً خلقت فجوة كلش كبيرة بين الأهل وأبنائهم. أكيد. فشلون قدرتي تتخلصين من هذا التطور اللي صار ممكن يكون هو إلى إيجابيات وسلبيات للأطفال؟ أكيد هو هذا اللي وين كانت قبل العائلة كليتهم يتلمون على يعني هسه تشوفين يصب للماعون يركض على مود يشوف ليفوت فأني على مود البوبجي فأني بهالحالة أحاول قدر المستطاع أني أختلط بيناتهم أصيح بشغلات أقعد على الأكل لازم كنا موجودين يعني ما تاركتهم لو أتركهم كل واحد يروح يقعد بمكانه ويلعب تكون صدق الفجوة موجودة بس لا أنا أكون شغلات يصير عندي بالبيت أصيح أتعسوي لي هذا على مود أحاول قدر المستطاع أقومه من المكان اللي قاعد يلعب بيه. الله يحفظهم إليك. الله يخليك. خليني أرجع على ست عهود. أنا العصفورة قالت لي إنه أنت تسوين أكل طيب وتسوين كليتشة طيبة. سويت كليتشة؟ طبعاً. شلون كانت؟ والله هي ما مثل قبل بصراحة. كنا قبل مثل ما تفضلت سميرة 10 كيلوات 15 كيلو تلتم الأم تلتم الخالات تلتم المنطقة يعني وكانت ونسة وكنا يعني نشعر بيها إنه أكو تماسك اجتماعي بالمنطقة داخل البيت الأم الكذا الأخت قيمتها من هالأمور الساعة يعني خصوصا بالنزوح أول أنا بصراحة يعني سنة ما أسوي كليتش حتى لو نص كيلو أسويها يعني سبحان الله يعني ما أتفائل عبالك يعني ذيك السنة ما قد سنة علي ومجربتها يعني بصراحة المهم والله نسوي حتى لو كيلو يعني هالساعة مثلا هالسنة أحكي لك هالظروف سويت كليتشة أنا على طول يعني أسوي بس هالسنة خصوصا بالعيد يعني أسوي شوفين أختي تحضر يعني هي أنا أحبها بهويتها متحبني بس تحس محبة أكثر يعني شوف حتى من تطلع تحضني تبوسني أنت تقول أمي الثانية أنت كذا الله يخليها إليك شوفي تخلق المحبة تخلق الجمعة يمكن أنا وأختي ما نقعد هالساعات الطوال يعني بهاللمة وبهالكذا وتعرفين يعني طبخ هذه بالبيت تصير فد يعني لمة حلوة لها نكهة خاصة طبعا أي ودائما طبعا هي نحن نقول بقلاوة الفقير نحن بالموصل نسميها الكليتشة؟ اي لأن تلم الفقير والزنقين والكل جميل يعني مختلف المستويات فقير ياكلها الغني ياكلها المتوسط ياكلها كلها يعني نحن نقول نحن نسميها كشكل عام يسوون بقلاوة الفقير زين كل شيء فيها يعني ست عهود نعم. انت من مدينة الموصل نعم اكيد كل منطقة لها شيء يميزها باعيادها شنو الشيء اللي بذاكرتك من مدينة الموصل محتفظة بيه بداخلك انه هذا من ضمن العيد ومن ضمن العادات والتقاليد ضمن هاي المحافظة والله الموصل انا لها خصوصية ببالي يعني ولا خصوصية خاصة بقلبي يعني ولا يزعلوا مختلف المحافظات لا كل المحافظات خير وبركة بالعراق يعني ام الخير بصراحة يعني خصوصا بعد 2014 نحن افتقدناها ورا ما رجعنا حسينا كل شيء كل شيء بيها نكهة خاصة يعني كل شيء كل شيء ما بس الأعياد الكذا العادات التقاليد الأكل الشرب حتى المي يختلف يعني مرات يقولوا لي مثلا ايش رجعك على الموصل وهاي من خلال عملي او هذه اقول لهم لا انا لي طقوسي مثل ما تفضلت ولها نكهة خاصة عندي خصوصا بالعيد يعني احنا كلنا غير شكل نشوف الام تحضر الكليتشة حتى من كبرنا وتزوجنا والله تخابرني امي الله يرحمها تقول تعالي الكليتشة موجودة يعني مرات تعرفين انشغلنا بالدوام وانشغلنا بالتحضيرات هذه وسبحان الله يعني شوفوا لها نكهة خاصة بالمناطق بالكرزات مال الموصل اكيد انا طبعا هذا العيد خصوصا بهذا الحجر يعني اعتبر العيد بلا كرزات الموصل ما طيب الله يديم لمتكم ست عهود طبعا كل شخص يحتفظ بذكريات قديمة طبعاً طبعاً. ما تتكرر خلينا نروح فاصل مشاهدينا الاعزاء وبعدها نرجع لكم نكمل سهرتنا لهذا اليوم عروض مميزة
من تويوتا الآن ولفترة محدودة، تخفيضات بالأسعار مع ضمان 3 سنوات بالإضافة إلى خدمة الصيانة المجانية لمدة سنة. سارع بشراء سيارتك من وكلاء تويوتا المعتمدين قبل انتهاء العرض. للمزيد من المعلومات اتصل ب 6363. نزل تطبيق تويوتا عراق لمعرفة موقع أقرب وكيل معتمد. تويوتا، قيادة بكل ثقة. ورجعنا وياكم مشاهدينا الاعزاء، وكل عام وانتم بالف الف خير. انا بعد كل فاصل اقول لكم كل عام وانتم بخير، حتى يا ربي يجعل خير وبركه علينا. خلينا نروح ويا ست لبنى، رجعنا لك مره ثانيه وكل عام وانتم بخير مره ثانيه، عيدك مبارك ان شاء الله، ايامك اسعد ان شاء الله. ست لبنى، من العادات والتقاليد القديمه اللي متوارثه ايضا بقت بذهنك، وشنو الأشياء الجديدة اللي أنت دا تشوفيها صارت حالياً متداولة بالأعياد خصوصاً أول يوم العيد؟ طبعاً هي عادات هواية كثيرة متنوعة، هذا التنوع هاي الأشياء هو نتج سبب التنوع الجغرافي، التنوع الإقليمي، التنوع العرقي، التنوع الطائفي الموجود في العراق كليته. أكيد لازم نخلي فد لمسات معينة. هذا التنوع ادى الى يعني صار عندنا اختلاف باستقبال العيد خاصه في اول يوم العيد بسبب اختلاف ثقافات الناس، الوسط والجنوب ثقافته تختلف عن الشمال، تختلف عن الغربيه، خاصه مثلا باستقبال اول يوم العيد. هناك ثوابت احنا كنا متفقين بيها وكل العالم الاسلامي في اول يوم العيد، يعني صلاه العيد، البعض يذهب الى زياره المقابر، تهيئة الملابس الجديدة، تحضير العيديات، الريوق أهم شيء، أهم شيء هذه تهيئة الفطور الجماعي. عندنا هنا مسألة الفطور الجماعي، أكو بعض المحافظات فطورهم الكاهي والقمر، هذا كل العراقيين يتفقون عليه. عندنا بعض المناطق في جنوب العراق مثلا في منطقة اسمها الفاو، أكو فد أكلة هي طبعا جزء جماعة سامعين بيها أو مسامعين، المصموطة. بالسابق تعرفين ما كان اكو مجمدات، ما كان اكو كهرباء مستمره، فالناس كانت تاكل السمك وتجففها على الشمس، يعني يستخدمونه يطبخونه باول يوم العيد. بس هذا مو فد يعني قرار انه كل المحافظه او كل، يعني اكو ايضا من ضمن العادات اللي دا اشوفها الريوق الصباحي او الفطور الصباحي. نعم. يكون مرقه وتمن بعدها قيسي الكرد، فعلا عند الكرد يعني يابسه تمن ومرق يابسه. ايضا الفطور يعني اول يوم عيد استقبال اول يوم عيد في المدينه يفرق عن الريف، البعض يفطر باشا مثلا، البعض ما يسوي ريوق، يتهيأ للغداء خاصة يعني البيت الكبير، بيت الوالد مثلا. فعلا زين ست لبنى، قبل ان تكملين كلامك خلينا نروح نشوف استاذ سبهان وين وصل بالرسمة. الست عهود اكيد. والله استاذ سبهان طمنا، شلون الاخبار يمك؟ في مرحلة تقريبا النصف من العمل، اهم شيء الصورة تقريبا، وإن شاء الله بنهاية الحلقة تكون هي بسمة تضاف في قناتكم إن شاء الله. إحنا ما راح نخلي ست عهود تشوفها. لا ما راح أشوفها، بس عد الكرسي. نعم. فالحقيقة الصورة الآنية تحتاج إلى جهد إضافي، إنه السرعة إضافة للخبرة في إضافة العمل الفني، كون شخصية لازم تجيب الشبه يعني بقدر المستطاع، لأن هي عندك وقت ملتزم إنه تعملها أو تنهيها. زين أستاذ سبهان، شنو الألوان اللي استخدمتها؟ أنا دا أشوف ألوان حالياً عم نستخدم الألوان الأكريليك، هو يعني أفضل من الزيت، يعني الزيت بمادة ومواد بها رائحة مزعجة بالنسبة للعمل الفني. الأكريليك لا، ممكن أن يتعامل وبيلونة يعني جميلة وبسرعة يبس، ينطي شفافية أجمل، خاصة
الوجوه المرأة. طبعا المرأة تنحابية من حالها يعني هي من أهلنا ومن مدينتنا، قلها كل الاحترام والتقدير لها. زين أستاذ سبهان، خليني أسألك عن الألوان، الألوان شنو تعني لك؟ نعم، الألوان شنو تعني لك؟ والله الألوان هي يعني هي الطبيعة، هي عنصر أساسي في تكوين الكون كله. يعني شغلة علمية أنه أثبتت التجارب وأثبتت العلوم أنه الإنسان اللي يشوف الألوان ويحب الألوان معينة هاي تخص بشخصيته. مثلا الأحمر، هذا الأحمر لون دموي، يحب القتال، يحب كذا وكذا والجريمة والحروب. الأصفر كذلك، كل لون من هذه الألوان تمثل حالة بالنسبة للإنسان. يعني الطبيعة نحبها كونها أخضر. الإنسان هناك معلومة، يعني أول ما خلق ونزل إلى الأرض شاف اللون الأخضر. يعني أي شخص أو أي إنسان من تسأليه تريدين أي الأجواء الأجمل عندك يقول لك الربيع. ويقال أنه البحوث العلمية أثبتت أنه الإنسان عن طريق التطور، ما تطور أكو خلفيات خلفها. فالإنسان القديم أول ما شاف الطبيعة، شاف اللون الأخضر، تكونت معه ومشت معه هاي مع الإنسان خلال هاي الفترة طويلة. أنه اللون الأخضر محبوب لحد الآن، هو اللون المفضل عند الكثير من الفنانين والأدباء والشعراء وللعين المشاهد. أكيد. وكذلك باقي الألوان. زين أستاذ سبهان، ألوان العيد شنو هي ألوان العيد اللي أنت تحسها فعلاً هاي الألوان هي للعيد؟ ألوان العيد. طيافة حلوة، وجودكم قناتكم هم حلوة، الوجوه الطيبة اللي اليوم شفناهم هي هاي الألوان اللي إحنا نحبها. إحنا الفنانين هالشكل نحب الألوان. هي طبيعتنا انه نحب الالوان وكيف نعبر عن مشاعرنا واحاسيسنا للمتلقي والمشاهد. شكرا لك استاذ سبهان، احنا ما راح نعطلك، تكمل الرسمه ان شاء الله وبعدها نرجع لك ايضا. طبعا ست عهود الرسمه ما راح نخليك تشوفيها. ياسر تمام، ما راح نخليك تشوفيها الى نهايه الحلقه. خلينا نرجع يم ست لبنى. ست لبنى، مبدئيا احنا تكلمنا عن الفطور الصباحي بالعيد ولمه الاهل والاصدقاء. خلينا نطلع شويه من اجواء الاكل والفطور، ندخل ايضا بالبعد اللي صار بين الاهل والاصدقاء، وخصوصا في ظل هاي الاحداث والوباء اللي صار والتباعد والحجر الصحي. شلون انت تعايشتي ويا وباء كورونا؟ شلون قدرتي تحمين اسرتك؟ طبعا احنا قبل ما نتعايش مع الحجر الصحي مع وباء كورونا، احنا تعايشنا مع ظروف النزوح والتهجير اللي بعدتنا عن اهلنا وبعدتنا عن ناسنا وبعدتنا عن محافظاتنا وبعدتنا عن كل الناس الطيبين اللي احنا بقينا فترة طويلة يمهم. هاي الظروف اللي احنا حاليا، هو طبعا الحجر هذا حجر صحي يعني مفروض على الجميع حفاظا على الصحة العامة، يعني هو ليس حجر اعتباطي، فلازم الكل يخضع لهذا الحجر حتى يحافظون على صحة المجتمع. طبعا اكيد اكو اجراءات هواية احنا نسويها بالبيت، من تعقيم، من غسل، من عدم يعني جلوس ما واحد يعني ما يجلس متقارب، يعني بصوره متقاربه. اكو في التباعد ايضا، هذه جائحه كورونا والحجر الصحي القت بظلالها على الكثير من العلاقات الاجتماعيه، على التواصل، على الزيارات بين الاهل، يعني قلت او انعدمت تقريبا. يعني انت ما تقدرين تطلعين توصلين الشارع، طيب انت شلون حتزورين تزورين اقربائك او ناسك او اهلك وانت اصلا هو هذا قرار يعني موجود انه ما تقدرين تتحركين؟ فبقى فقط عن طريق التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، عن طريق المكالمات الصوريه. ممكن التكنولوجيا خلقت تقارب بين الاسره. نعم، وبين التكنولوجيا الحديثه، وسائل التكنولوجيا الحديثه اختزلت
اختزلت الكثير من المسافات. أكيد. نعم يعني اختزلت عامل الوقت وعامل الزمن وعامل البعد، لكن هل نقدر نقول انه يعني انت مجرد انه تتفرجين بالصوره او تسمعين مكالمه فيديويه هل هذا يشفي الغليل؟ اقول لك لا. لا اكيد، لكن ممكن يعني يقدم جزء بسيط، جزء يعني افضل من لا شيء. اكيد افضل من لا شيء. نعم. زين خلينا ندخل بالمواقف الطريفه بالاعياد. اكيد مواقف اكو بعض الاوقات تصير مواقف عفوا طريفه لكل شخص، ظل عالقة بعقله انه هذا الموقف صار وياي بفلان يوم بالاعياد، خصوصا تحترق الكليتشة، يجي لي ضيف انا ما مسوي غدا، فهاي التفاصيل اكثر موجودة بالاعياد اكثر شيء، خصوصا الخطار والاهل واللمة. منو صارت وياي هيك موقف؟ يعني صار وياي موقف مشابه، يعني فد مرة يعني كنت مشترية طباخ جديد وتوني دا اشيك الفرن مالته كيف بي وكذا، فدا اشتغل يعني بعمل بيتزا، انا فتحت الطباخيه دا يحمى يعني سديته حتى من يحمى شوي حتى اجي اخلي الصينيه، لان ما يصير بعد ما حمي يعني الطب الفرن وانت تخلين الصينيه. اي نعم. ف ما انتبهنا انه يعني من سدينا باب الفرن انطفت الشعله، انطفت النار، انطفت شعلة الفرن. اها. والنار كانت كارثة يعني. والغاز مستمر. والغاز مستمر. فاني جيت يعني ما توقعته مطفي، بس انفتحته وجدحته. جدحت الفرن. يعني الله من فوق سترني. الحمد لله. يعني صار في الموقف كان لا هذا موقف مو طريف، هذا حزين. هذا خطر. هذا حقيقة يعني. وكان عندي خطار بالبيت. خطار كان عندي بالبيت يعني على العشاء وانا دا اشتغل بهذا الشيء. فيعني صار فد موقف بصراحة يعني الحمد لله انه عدت على خير، لانه مستحيل هذا يكون طريف. الحمد لله. طيب خلينا ننتقل يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. ايش راح تسمعنا؟ اكو عز من بغداد الغالية. بغداد. لا اكيد. ليالي بغداد مقطوعة موسيقية بدون غناء. Thank you.
الله الله يا استاذ عبد الله على كميه الابداع اللي دا تقدمه. استاذ عبد الله خليني اسالك سؤال بعيدا عن العيد وبعيدا عن الكيتشه وغيرها. نعم. العاطفه بحياتك اكيد تلعب دور. لو العاطفه ما صرت موسيقي اكيد. اشياء عالقه في ذهنك انت ما تنساها. طبعا انا سالتك قبل قلت لك على هذا السؤال قلت لي انا ما انحرج من عنده. هذا من يعني صلب موضوع اي موسيقي يجب ان يعني يجب ان تكون عند العاطفه دائما جياشه حتى يبدع حتى ينتج. وعندي قصيده في نهايه الحلقه ان شاء الله اسمها قصه حب. فهي اولا شاعر كان من عرف الحاله وصاغها صياغه غريبه عجيبه جدا وقمت بتلحينها وكتبت في سنه 84 85 عندما كنت طالب في اكاديميه الفنون جميل. جميل. ان شاء الله في نهايه البرنامج ان شاء الله. بس عندي طرفه. انت قلت لي طرفه. يلا موقف طريف او طرفه. 65 ما كانت الثلاجات متوفره هوايه. طبعا طرفه حلوه هاي. فخالي الله يرحمه في رمضان كان يشلف الرقي ويخليه على السياج بيتعشى مباشره والسياج على الشارع. ففد يوم جيت ثاني من الشارع لقيت صينيه من الرقي على السياج جريت على كيفي واخذت لبيتنا. فطرنا كناها. خالي قال جيب الرقيه ما لقى كل شيء قال ما اخذها غير عبد الله. يعرفني انا ما اعرف بانه خالي عرف بالقضيه. فثاني يوم نفس الرقيه بنفس المكان بنفس الصينيه. دابوقها قال لي هدها ولك طلع لازم حاط لك طعم على طعم حاط لازم لازم الصينيه حتى يعرف من السارق الرقيه. الف عافيه عليك الرقيه ويرحم خالك. خلينا نرجع بعدها على ست سميره. مواقف طريفه صارت وياك بالعيد او غير العيد ما تقدرين تنسيها؟ والله يعني ما المواقف طريفه وتبقى ببالي لازقه على هالظروف اللي احنا بيها مستحيل يعني. انا اتوقع انت تمرين بمواقف طريفه هوايه بس تنسيها. انا من النوع اللي ما اخزن بالعكس من النوع اللي دائما فري يعني اضحك وحتى لو نوبات كانت انا هالطبيعه كانت عندي من يشوفوني اضحك قالوا سميره ضايجه. فهذا اللي اعكسها على الخارج تغطين حزنك بالضحك اي مو نفس اللي موجود بالداخل. فهواية ناس تشوفيهم ما تقدرين تحكمين بهذا بداخله شنو لان الظاهر ما يوحي على بالداخل. فالحمد لله وشكر مواقف الطريفه هوايه هي واحنا نخلقها. فان شاء الله هي ايامنا كلها طريفه بحيل الله لان هو اذا نجي لموضوع العيد نعرف انه هو العيد هو بالاساسيه فرحه وسرور. فحتى لو اي ظروف نمر بها لازم تكون عندنا هاي المراسيم نخلق احنا هن الفرحه ونخلق بهذا السرور ونتخلينا هو العيد بنظر الاسلام لها معاني عظيمه. فاحنا من كنا صغار هاي نقول المواقف الطريفه كانوا اهاليتنا يعوفونا نروح البرك السعدون الحديقه الامه. يعني انا نوعات استغرب اقول والله يعني اهلنا كانوا يعوفونا واحنا صغار كان دنيا امان نروح ونجي ومتونسين وصاعدين العربانه لا بس هسه وين؟ انا ابني لو يطلع خطوتين 50 مره شال التليفون عليه وينك وينك بحيث يكره الساعة اللي طلع بيها. هاي شيء فطري خوف الأم والأب على أطفالهم وضعية. خصوصا بظل هاي الأحداث. خلينا حاليا نترك موضوع الطرافة ونرجع بعدها على أمور أخرى. عندنا طبعا أنا حضرت لكم هواية أسئلة لكم وخلينا حاليا نروح الفاصل مع المشاهدين وبعدها نرجع نكمل وياكم أمسيتنا مساء العيد. من تويوتا الآن ولفترة محدودة تخفيضات في الأسعار مع ضمان 3 سنوات بالإضافة إلى خدمة الصيانة المجانية لمدة سنة. سارع بشراء سيارتك من وكلاء تويوتا المعتمدين قبل انتهاء العرض. للمزيد من المعلومات اتصل ب 6363. نزل تطبيق تويوتا عراق لمعرفة موقع أقرب وكيل معتمد. تويوتا قيادة بكل ثقة. you
ورجعنا وياكم مشاهدينا الاعزاء، وعيدكم مبارك وينعاد عليكم بالخير والبركه والصحه والافراح والطاقه الايجابيه على الجميع. اكيد كل ايام العيد تكون بيها مناسبات من اعراس او خطوبه او زواج، فخلينا احنا اليوم نقول لهم كل عام وانتم بخير، وايضا الف الف مبروك لكل صارت عندهم مناسبه بهذا اليوم. خلينا ارجع على ضيوفي واسالهم عن الافراح، منو صارت له مناسبه بالعيد، اول يوم العيد، ثاني يوم العيد؟ ما حد؟ ست لبنى؟ طبعا خطوبتي صارت بالعيد. حلو. وزواجي صار بالعيد. يعني ذكرى. اي ذكرى، يعني سنة خطوبة صارت بعيد رمضان. عيد الفطر. والسنة اللي بعدها صادفت ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. جميل، حلو هاي الذكرى. اي نعم. زين، معزومة على عرس او خطوبة بهاي الفترة؟ والله بالعيد؟ والله اكو مناسبة مرشحة بالطريق يعني. ان شاء الله الله يتممها على خير. خلينا نطلب شيء من احد الحضور، يطلبون فد اغنيه من استاذ عبد الله. احنا اليوم ما راح نعوفك استاذ عبد الله، تعبناك ويانا. هي هذه الاغنيه اللي قلنا عليها قصه. اها. بال 84 او 83. ليش مخلي الضيوف يطلبون؟ نشوف شنو يسمعون. احنا اي اغنيه اللي يختارها استاذ عبد الله، وخصوصا مال العيد، مناسبه العيد او الشغلات الحلوه اللي عندك. نعم. هي قصيده حلوه يعني، وهي قصه، هي قصه متكامله. هاي القصيده هي كتبت لموضوع معين جرى بين اثنين، وانا محتفظ بالقصيده من 83 84 لحد الان، وهي بالفصحى، واني يعني اميل الى هذا التلحين من هاي القصائد. ان شاء الله تنال رضاكم ورضا الجمهور. السر
تابحته وتلوم عند تمنعي والهجر أنت بدأته وتقول يا ليل ارجعي السر أنت بحته وتلوم عند تمنعي والهجر أنت بدأته وتقول يا ليل ارجعي فدع التضرع والعتاب فدع التضرع والعتاب متى رحمت تضرعي متى رحمت تضرعي وكفاك تخدع لم يعد وكفاك تخدع لم يعد وكفاك تخدع لم يعد دمع المخادع دمع المخادع دمع المخادع خادعي عندك لا لا معي الله الله طبعا لازم نصفق لك احنا عاشت يدك استاذ شكرا استاذ عبد الله شكرا لك على هذا الصوت الجميل خلينا نشوف استاذ سبهان نعم استاذ سبهان صار ويا على اللوحه بداعة استاذ سبهان يا مكلا قطع خلي يفاجئنا اي نعم الحمد لله كملت اللوحة يقول الحمد لله كملت اللوحة مبروك مبدئيا لا خليني نجي ونشوفه هنا نشوف ابداعه صلاح الدين فنان جمعتنا ونشوفهم وبتألق دائم ان شاء الله شكرا جزيلا نعم. هو بالبداية خلي يجي بالوسط يشوف الكل حلو ان شاء الله هو اكثر واحد يعرف فيه الملامح حلوه لا عاشت يديك اي والله كلش حلوه لا حلوه حلوه عاشت احب نشوف الست تقول سوي لي فوتوشوب يتفضلون والله حلوه ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك كميه الجمال والالوان تفضل استريح مكانك استاذ انت تقولي لي عاشت ايدك كلش حلوه عاشت اي والله بداعه شوفي ست عهود ابدع استاذ سبهان والله عاشت ايدك يعني ما حاجه ما انا اقيم شنو الالوان اللي استخدمت استاذ ولا زحمه الاكتك تقريبا احسن الوان
تستخدم مع الماء مع الغاز، يعني نوعيه فاخره الالوان هذا وسريعه بالجفاف. يعني انت استخدمت الاكريليك بهاي الالوان؟ نعم. الوان زاهيه يعني فعلا جميله. هذا اي بنفس الوقت شنو يعني هاي اول هديه تجيك بالعيد؟ خلينا نعرف. هاي عيديه، هاي اول هديه تجيك بالعيد؟ فعلا اول هديه يعني بالعيد، واول هديه بالحجر فعلا. ما صحيح يعني انقطعت الاخبار عن الاصدقاء عن الناس عن الاهل، وهاي اول هديه تبشر بخير ان شاء الله. ان شاء الله تكون عيد خير ان شاء الله، وان شاء الله الله يدفع هذا البلاء عن الجميع. آمين. يا رب ان شاء الله. دائما الله يبارك فيك ان شاء الله، ونرجع على اللمه الحلوه، ونرجع على الاصدقاء، ونرجع على الاهل، ونرجع على كل شيء حلو بحياتنا ان شاء الله. اشكرك. الوان هادئه وجميله، ويعني مريحه للنظر بنفس الوقت ان شاء الله. يعني بعد انت فنان، انت اللي تقيم ما انا. عاشت ايدك استاذ سبحان. ايوه وانت مبروك في قناه صلاح الدين، انت فنان يعني جزيلا يعني غني عن التعريف. اشكرك. اي والله هاي هديه قناه صلاح الدين. الله يبارك فيك. ذكرى ان شاء الله تبعد على الخير ان شاء الله. هاي هذا اللقاء لقاء جميل بالعيد ان شاء الله. التقيت بناس طيبين وعراقيين وصلاء سيد عبد الله وزيد وكذا. نعم الشرف لكم. هاي اول عيد اضحى انا افرح بحياتي ان شاء الله دائما. ان شاء الله افرح دائما بعد النزوح ان شاء الله دائما. يعني دائما انقهر بعيد عن اهلي او بعيد عن الاصدقاء او بعيد عن كل شيء. هاي اول هديه يعني افرح. الف مبارك عليك. يلا ان شاء الله مو اخر هديه ست عهود ان شاء الله. واي دائما راح اتذكركم كلكم، خصوصا ان شاء الله أستاذ سبحان وحضرتي والصديقة العزيزة حمية الأخت. نحن الله يخليك حبيبتي. وبنتنا ست لبنى إن شاء الله، والأستاذ الرائع هون أستاذنا يريح بالك ويفرح بالك. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. طبعا هاي رسالة فرح من قناة صلاح الدين للشعب العراقي، أنه شعب ضحى بالكثير. الرحمة والغفران شهدائنا، شهداء كورونا وما قبله. الرحمة والغفران لأخوتنا في الموصل اللي يعانون هناك يعني معاناة خاصة بالأيمن. تعرف أختي هنا ست عهود، احنا عانينا كثير ونزحنا كثير، دفعنا الكثير، بس بودنا أنه ندفع أكثر للجمهور. نشكر قناتكم على هذا اللقاء الجميل في أول أيام العيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. طبعا هاي الصورة اللي يعرف المقارنة يمكن أكثر من الرسام هم يمكن. نعم. رسام ألوان والقلب هم يكتب. أكيد. يرسم صحيح. أكيد. عندي صديقي العزيز وزوجي الغالي أبو مصطفى هو اللي قارن. تمام. تفضل أبو مصطفى. أبو مصطفى اسمح لي المخرج لك صورة. هو يشوف حزين حزين. طبعا هو ما بس رجلي، صديقي. الله يخليك. اي والله الله يحفظك. تحياتنا لك. اشكركم جميعا واشكر الاخ يعني كل الكادر. تحياتنا لك ست عهود. احنا جنود المجهولين نقول نسميهم. اكيد هم جنود ابطال مو بس أبطال جنود. تحياتنا لك ست عهود، وان شاء الله فرحتي بهاي الهديه. هذا اقل شيء ممكن يقدموه يقدم استاذ سبحان لك، بصراحه ابدع. احنا وصلنا للأسف إلى ختام حلقتنا من مساء العيد لهذا اليوم. فخلينا نشوف نبدي من ست لبنى المن تحبين تعايدين المن تذكرين بالعيد لحد ست سميرة وأيضا ست عهود. طبعا كلمات بسيطة هي هو الحالات العيد شافتكم، حالات العيد شافتكم، حالات نلتقي بيكم، عساكم بخير وبسعادة وأسعد الناس بعياده. طبعا أحب أن أهدي يعني معايتي الأولى إلى نبع الحنان الطيبة، نبع الوفا اللي هي شخص الوالدة المحترمة. طبعا هي تسمع صوتي بس أنا مكان كلش كلش بعيد عنها، فأحب أقولها كل عام وأنت بألف خير يا أمي الغالية، وربي يحفظك ويديمك ويشوفك بأتم صحة وعافية. والتهاني أيضا لا تقتصر على الوالدة وإنما لكل الأهل والأحبة ولكل الناس الطيبة الموجودة في هذه الأمسية، وإلى كادر قناة
صلاح الدين اللي من معيد ومخرج ومصور. فكل عام والجميع بألف ألف خير والصحة والعافية لكل من أصابه داء الكورونا. شكرا جزيلا. شكرا لك ست لبنى وكل عام وانت بألف خير وتحقيق كل أمنياتك يا ربي. ست سميرة. نعم. أقدم تهاني وأبارك العيد الوالد والوالدة والأخوان والخوات وأولادهم وأحفادهم لأنهم كلهم بعيدين عني، والأهل والأقرباء وزملائي اللي بالدوام كليتهم اللي هم موجودين بالممثلية، المشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين، الله يخليك حياتي. وأقولكم طبعا قناتكم الموقر، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم وصحة وعافية، وكليتنا إن شاء الله نعبر هاي المحنة بخير وسلام إن شاء الله. ست عهود أكيد أنت عندك هواية تهنئات ومعايدة، منو تحبين تعايدين أول شخص؟ خلينا نعرف. أول شخص هو صديقي الحميم والحنون والطيب، هو زوجي أبو أولادي الله يخليه لك، والأقرب يعني من بعد نقول المرحوم أمي وأبو يعني مثل ما يقولون. الحمد لله وشكر زوجي حبيبي وصديقي نفس الوقت وحنين علي، وبعدين بنتي الغالية القريبة من قلبي هي منى، منى أختي الله يخليها لك. عندي ابنة ثانية هي مها، مها هذه لها خصوصية خاصة بقلبها بنفس الحالة. وبعدين أهني الشعب العراقي، هاي نقول من ناحية وجدانية، من ناحية بشكل عام هو الشعب العراقي. إن شاء الله دائما الأمان، إن شاء الله دائما الصحة للجميع، إن شاء الله الله يبعد هذا الوباء علينا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وبالأخص بين قوسين هو الأسرة النازحين كشكل عام في يعني نقول كشكل عام في الدوام أو خارج الدوام أو الكوادر التربوية إن شاء الله كافة. هم ليش نقول النازحين بالذات؟ هم من خلال دوامنا أو من خلال معايشتنا يعني أكثر أكيد من أهلنا، اللي هم طلعوا من ديارهم فصرنا إحنا إنهم أهل. صارت بيناتنا روابط كبيرة، روابط حميمة بيناتنا. صارت يعني أنا أشوف زميلتي مثلا نضرب مثل سميرة أكثر من أختي، أكثر من أهلي اللي بالموصل. الله يديم هاي الصداقة. صارت نوع من العلاقات، يعني مرات أفكر أقول لا فد يوم لكم يعني ما أشوفهم، أرجع على صوري على منطقتي أو كذا، وهم هم نفسي. الله يديم الصداقة عليكم، كل عام وانت بألف خير يا ربي. بالبال إن شاء الله وللجميع يا ربي. آمين. شكرا لك ست عهود. أستاذ سبهان أنت فنان وراقي وإحنا نشكرك على هاي اللوحة، المن تحب تعيد بهاي الليلة؟ والله عندي جندي مجهول أسميه. جندي مجهول. لأن هي معايا يعني أكثر أوقاتي أقضيها معاها. بالإضافة الساند إلي في مسيرتي الفنية، بالإضافة أعايد كل أهلي من أخوتي وأخواتي وأحفادهم وأحفاد أخواتي. الله يخليهم إليك يا ربي. أحيي أصدقائي في العمل على الفيسبوك، هم سعيد كن يشاهدونا. أحيي كل جمهوري العزيز، وأحيي كل من أقام على هذا اللقاء لهذا اليوم السعيد إن شاء الله، ويكون سعيد على الأمة وعلى العالم ويرفع هذه الأمة. أحيي كل العراقيين، أحيي أهلي في الموصل وفي الأنبار وفي بغداد وفي كل محافظات العراق والأمة الإسلامية. طبعا النزوح عرفنا على ناس طيبين، وتعرفنا على كثير ناس من النازحين اللي يعانون ما يعانون. طبعا اخي استاذ عبد الله زميلي في العمل، هو طلع تقاعد هسه، ظلت اواصر المحبه والتواصل ما بيننا لحد الان احنا نلتقي. هذا شرف لي انه يكون احد اللي نستطيع نقول لهم كل عام وانتم بخير مقدما. الله يديم صداقتكم بخير وانت بألف خير. اشكرك. كل الكادر بخير، نشكركم على هذا اللقاء الجميل ومن أول أيام العيد. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ سبهان. كلمة أخيرة العفو.
هاي اعتبر الصوره شرف ووسام على صدري، ما لي انا الصوره وصاحب الصوره، لكن من انسان او مثلا نقول مواطن موصل لي يعني لو معزه خاصه لو ولكافه الموصلين على قلبي، فاعتبرها وسام على قلبي من الموصل بالاخص محافظه، يعني هو محافظه نينوى، فهذه وسام من محافظه نينوى. شكرا لك ست عهود. استاذ عبد الله، انت فنان مبدع ومتالق اكيد بالحانك، لمن تحب تعايد بهذا اليوم؟ اولا ان شاء الله عايد هذه المجموعه الخيره، شكرا لك، والكادر اللي خلف الكواليس اللي انجزوا هاي الحلقه، وقناه صلاح الدين، والمعايده والحب الكبير لعائلتي المصغرة في بيتي ولعائلتي الكبيرة في العراق من أقصى إلى أقصى، وعسى أن تمر هذه الغمة بسلام ونرجع نلتقي أكثر مما كنا عليه إن شاء الله. عيد سعيد. وفاتني أن أذكر شاعر هذه القصيدة الراحل عبد العزيز العاني، الرحمة على روحه بمناسبة عيد السنة، الله يرحمه. بما أنه إحنا نسينا سميرة بالمعايدة، فخليها نشوف شنو تحب تهدي زوجها من أغنية حتى تعيده بمناسبة العيد. إن شاء الله أقول له كل عام وأنت بخير، يا ربي صحة وعافية، وإن شاء الله أقدم له أغنية كاظم الساهر عيد وحب هاي الليلة. الله، عيد وحب هاي الليلة. شكرا لك سميرة، إن شاء الله نلبي لك الأغنية اللي طلبتيها، وأيضا تحياتنا لزوجك. شكرا لكل الضيوف، كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا للكادر خلف الكواليس الأبطال اللي اليوم طلعونا بأجمل صورة، وأيضا شكرا لمجموعة شركات سردار لتوفيرها هذا المكان الجميل في أربيل، طبعا بارك ساكورا، تحياتنا لهم ونشكرهم مرة أخرى على هذا المكان الراقي. تحياتنا لكم مشاهدينا الأعزاء، وللأسف وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء العيد. انتظرونا بحلقات أخرى طيلة أيام العيد وفقرات أكثر وأيضا ضيوف جدد. خلينا نودعكم حاليا ونروح نسمع الأغنية اللي طلبتها سميرة. أشكال الوضع همسولة.